هذا الجزء الثالث من ملخص سبايدر مان. روابط الاجزاء اللي فاتوا هتلقاهم في الديسكريبشن. خلينا ملي هربت ماري من عرسها حيت كانت باغا تكمل حياتها مع بيتر، وصلت عنده للدار قالت لي بلي باغي تكمل حياتها معاه وخا يلحقوها الاعداء، ومن هاد اللحظه ولاو بجوج. من بعد اسبوع ميرا يكون عندها عرض مسرحي، تما غنشوفوا بيتر وهاري كيتفرجوا فيها. قدمات عرض زوين سالا، والناس كيخرجوا ضرب بيتر على صاحبو هاري اللي مده ما دواش معاه. مشى كيجري عنده قال لي بلي باغي يشرح ليه شي حاجه. قال لي هاري مادام الشرح ديالك ما غاديش يرجع ليا بال الحياه فبلاش منه حسن، وسمح فيه تما وتحرك. ديك الساعة دخل بيتر عند ميري هنا على العرض اللي قدمات. مور هادشي في دار هاري، خلينا نشوفوا كاع دوك المعدات ديال العفريت الاخضر تطوروا وتزادوا معدات اخرين، وهاري ولا كياخذ داك الدواء باش يولي العفريت كيف ما كان بواه. بدلات ميري حوايجها وتحركت مع بيتر للغابه يتفرجوا في النجوم. شفتي بنات الناس كي دايرين؟ طاقي اقول لها الا ما عشتيش معايا في عش ديال الرتيله راه ما كتبغيني ما والو. وهما كيتفرجوا في النجوم طاحت شي حاجه بحال النيزك، خرج منها واحد المخلوق كحل. وملي سالا وصحابنا الخرجه ديالهم ركبوا على السوينغ باش يتحركوا، لصق داك المخلوق في الموتور ومشى معاهم. في نفس الوقت غنشوف واحد المجرم سميتو ماركو هرب من الحبس، وهذا ماركو شادينو بتهمه قتل عم بيتر. داز ماركو لدارو سلم على بنته اللي كانت مريضه بزاف، ووعدها باللي قريب غادي يدبر على فلوس العلاج ديالها. موراه علق قبل ما يوصلوا البوليس. وصل بيتر ميري لدارهم وداز عند جدادو يسلم عليها ويقول ليها باللي غادي يخطب ماري. جدادو سمعات هذا الشيء فرحات بزاف، باركات ليه وعطاتو الخاتم ديالها يخطبها به. وبيتر راجع لدارو ضاحك ناشط، خرج في هاري ضارب اللبسه ديال العفريت الاخضر، دخل ليه شي دقات مزيانين ضربو مع الحيط. وبيتر في هاد الوقيته يكون غير كيتخولي وكيحاول يشرح ليه، ولكن ملي شاف الهضره ما غتجيب معاه حتى نتيجه قرر يخدم معاه الخشونه. علاق قهاري تبعو، تخليه في واحد بلاصه ضيقه، دخل موراه شير عليه بواحد القنبله، جدا بيتر بالشبكه رجعها ليه، تفرقعات عليه غمض عينيه. وملي حلهم لقى بيتر معرض ليه واحد الشبكه ضرب فيها جابها لاطه. بيتر وخا كاع هادشي اللي دار ليه كيبقى صاحبه، هبط كيجري عنده لقاه قاطع التنفس، دار ليه الاسعافات ما جابو حتى نتيجه. ديك الساعه هزو للسبيطار. في نفس الوقت غيكون ماركو علق للبوليس في واحد الحقل ديال التجارب، مع الدعقه كلاب تابعينه ما ردش البال لواحد الحفره ديال التجارب وطاح فيها. وفي نفس الوقت بداو دوك العلماء التجربه ديالهم، حاول ماركو يعلق من تما ما قدرش، بدا داك الجهاز كيدور وما داش بزاف ديال الوقت حتى ولا رمله. قدروا الاطباء يعتقوا هاري فاق من الغيبوبه، ولكن يكون جا فقدان ذاكره قصير المدى وما بقى عاقل على حتى وزه. دخل عنده بيتر وماري طمأنوا عليه، وغيبان بلي بيتر عجبو الحال فاش عرفوا فقد الذاكره. في نفس الوقت غنشوفوا الرمله كتشكل عشكل انسان في البلاصه اللي خبر فيها ماركو، وغنعرفوا بلي ماركو ما خبر ما والو، بل تحول المخلوق يقدر يحول الجسم ديالو الرمال بسبب ديك التجربه اللي تعرض ليها. حس السلسله ديال بنته وتحرك من تما، وغيبان بلي غد ترون. في النص ديال النهار بيتر مع ميري في دارو سمع فلاسلكي بلي شي رافعه وسط المدينه فقدات السيطره. ديك الساعه سمح فيها وتحرك يعتق الناس، وغيبان بلي ميري ما عجبهاش هاد الشيء، خرجات كاعيه من الدار. وفي هاد اللحظه غنشوفوا داك المخلوق اللي لصق لهم داك النار في الموطور مخبع تما. نمشيو لوسط المدينه، ديك الرافعه اللي فقدات السيطره دارت الروينه، دمرات بزاف ديال العمارات، الناس بداو كيعلقوا، ولكن وحده سميتها جوين كتقرا مع بيتر ما قدراتش. في نفس الوقت يكون باه وخطيبها كيشوفوا من التحت وما قادرين يديروا والو. زلقوا ليها يديها بدات طايحه من تما حتى كانت غتجيبها في الارض. دخل سبايدر مان اعتقها في اخر لحظه، شكراتو على هادشي اللي دار معاها، وغيبان بلي حتى هي تزعطات فيه. من بعد ايام غنشوفوا ماركو داخل المدينه، ضربوا عليه جوج ديال البوليس عرفوا هو اللي كان هارب من الحبس، وملي تبعوه تخبى عليهم في واحد الكاميو ديال الرمله. طلع موراه واحد البوليس يشقلب حبه، تحول لوحش ديال الرمله صفال البوليس كاملين وعلق من تما. في نفس الوقت وسط المدينه غيكونوا الناس دايرين تكريم سبايدر مان، صاحبنا عجبو داك الشيء ضرب اللبسه وجا سلم عليهم. تما واحد البنت نعيشو غيرك فاهم، ميري شافت هادشي سعرات وهي غادا من تما بان لها الوحش ديال الرمله قاصدهم. داروا الناس كاملين شافوه، وهنا الدعوه غاد ترون، كلشي كيغوت كلشي علاق. وماركو كيسرق الفلوس من واحد الفرقون بلاندي وقف عليه سبايدر مان. ماركو في الاول ما بغاش يدابز معاه، ولكن مع ضربو بيتر بكروشي شد ليه يدو وسط كرشو وجا فيه بوحده لاحو برا. بيتر بطبيعه الحال ما غاديش يتزاقل، رجع عطا شي دقات، ولكن ماركو كان الجسم ديالو رمله، داكشي علاش ما دا منو لا حق لا باطل. حاول يدو المطرقه جا فيه بيها وعلق من تما. في الليل غنشوفو بيتر مسلف ومكلف وحاجز طبله باش يخطب ماري، وهما جالسين كيديو ويجيبو في الهضره كيعبر ليها. بالصدفه في نفس المطعم غتكون قوي اللي اعتقدك النهار، واللي شافتو جات سلمات عليه تعرفت على ماري. ماري شافتها تفكرت اللقطه اللي دارت داك النهار مع سبايدر مان وسعرات معاه. مشات جوين في حالها قالت لبيتر بلي كضرها كرشها وتحركت من تما كاعيه. واش شتي السيد حاط نصف الصالير ديالو في الطبله وانت ديريها التبرهيش؟ بربي المره الجايه حتى نديك المحلبات تضربي الراي بالسيريا وجه الحرشه. النهار الاخر وبيتر في دارو اتصلوا به من مركز الشرطه طلبوا منه يجي هو عمته. مشاو لعندهم تما قالوا لهم بلي داك الشخص اللي مات في ديك الليله ماشي هو اللي قتل العم بين، بل شريكو ماركو هو اللي ارتكب الجريمه. في الوقيته اللي كان داك الصاد
يسرق لداخل، كان ماركو مكلف انه يلقى شي حاجه يهربوا بيها. فديك الساعه بانت لي غير الطوموبيل ديال العمبين، مشى نزلوا منها وملي حاول يقاوموا تيرا فيه. تما شريكو ديمارا الطوموبيل سمح فيه وعلق. بيتر ومرات عمو عرفوا هاد الشيء عينيه معمره بالدموع، بالخصوص بيتر لا يكون صفال شريك ماركو حيت حساب ليه هو اللي قتل عمو. من هاد النهار ولا بيتر غير سد عليه في بيتو، كيتصنت على البوليس ومسنيهم يقولوا شي معلومه على البلاصه اللي مخبع فيها ماركو باش يمشي ينتقم منه. فهاد الليله هو مجبد في بيتو كيحلم بماركو فحال كل ليله، غنشوفوا داك المخلوق اللي طاح من السما طالع عليه في الجسم ديالو. بقى كينتشر شويه بشويه حتى دل عليه في الجسم ديالو كامل، وملي فاق القلب سولت كحله وكيحس براسو مرتاح وعنده قوه كبار. عيا يفكر شنو هاد الشيء ما عرفش. ديك ساهز منه عينه صغيره دها الاستاذ ديالو، ملي شافها قال لي بلي ما قدرش يحدد شنو هاد الشيء بالضبط، ولكن عرف بلي شي نوع من الطفيليات وخاصو يرد منها البال حيت الا ارتبطت به غيولي وسط العيش ديالها وصعيب يتخلص منها. مع رجع بيتر للدار سمعهم كيقولوا في اللاسلكي بلي شي عاصفه رمليه جمد على البنك. مع سمع هاد الشيء عرفوا ماركو، هز اللبسه ديال ديما باش يتحرك عنده، يلا غيضربها بدا كيفكر شويه موراها رجعها ولبس هذيك اللي تغطي هذاك الكائن الفضائي حيت فيها كيحس براسو قوى. قصد البنك لقاه تسرق وماركو خبر، دور وجهه بلي الاثر ديال الرمله في المجاري عرفوا هرب ليهم. وماركو هز الفلوس وغادي كيتمختر وكيحسب ليه السرقه ديالو نجحات، خرج ليه سبايدر مان قدامه سولو شنو بغى منه وعلاش تابعه، قال لي عقلت على بين باركر. موراه جمع عليه بداو دقه فيها دقه فيه كروشيات تركل، مره بيتر كيضرب مع التران، مره ماركو كيضرب بيتر مع التران، كانوا كيبانوا مقادين في النيفو حتى لهاد اللحظه طاح ماركو في الماء وغيبان بلي هو نقطه الضعف ديالو. بيتر لاحظ هاد الشيء هرس واحد القادوس كبير وخلى المده. موال هاد الشيء رجع لدارو وهو داخل قال لهم ولد الدار يخلص لك دار فيه، وغيبان بلي ديك اللبسه الكحله اللي فيها الكائن كتاثر عليه وكتخليه عدواني. نمشيو عند ماري، البلانات اللي وقعوا مؤخرا اثروا على الاداء ديالها في المسرحيات وبسبب هاد الشيء طردوها ورجعت تخدم سربايه عاوتاني. نمشيو عند هاري وهو في دارو تيقرقب كويسات، ضرب على الصوره ديال بحث بشي حاجه في شكل، موراها بدا كيضر راسو بزاف وشويه بشويه رجعت ليه الذاكره وتفكر كاع داكشي اللي ينسى من موت باه حتى المحاوله انتقامه من بيتر. في الليل رجعت ماري للدار لقاتو مسنيه تما، شنق على حبه مع الحيط وهدتها تفارق مع بيتر ولا غيصفيها ليه وغيكون كيدير هادشي باش يخليه عاني كيف ما عانى هو مرموت باه. بالفعل داكشي اللي غيوقع، اتصلت به ميري دارت معاه يتلاقاو، والنهار الاخر نشوفوها كتقول ليه بلي ما بقاوش صالحين لبعضياتهم. حاول بيتر يقنعها تراجع على هذا القرار ولكن ما تقدرش حيت هاري كيهددها. في العشيه غنشوفوا هاري جالس معاه في القهوه في حيله ما داير والو، وباش يزيد يسعرو قال ليه بلي دخل هو ميري في علاقه، وبطبيعه الحال كيدير هادشي بلا ما يخليه يعرف بلي رجعت ليه الذاكره. بقى بيتر كيفكر كيربط الاحداث مع بعضياتها، وهو خارج من القهوه دار موراه لقاه كيدير واحد الضحكه ديال الشر، تما عرفوا رجعت ليه الذاكره ودار شي حاجه لميري باش يخليها تفارق معاه. في الليل ضرب اللبسه الكحله وقصده مع وصل تما شبك فيه، بدا هاري حتى هو كيضرب. هنا عرفوا بيتر رجعت ليه الذاكره وبدا كيدخل ليه، هادي تنفع هادي الضر، وغيبان في حال هذوك الطفيليات كيسيطروا على بيتر وكيخليه يولي شرير. عطى لهاري قتله ديال الكلاب، وهو خارج من تما شير عليه هاري بقنبله خواليها، شدها بالشبكه رجعها ليه وكتسمع ديك بوم. السيطره ديال داك الطفيلي على بيتر غتبان حتى في حياته العاديه، بحيث تحول من واحد ضرياف كيبغي يساعد الناس لواحد كيهمو غير راسو ومستعد يحرك كل شيء باش يكون هو مزيان، فحالي الا قلتي ولا اناني فوق القياس. في نفس الوقت غنشوفو ماركو خارج من المجاري وغيطلع مازال حي. في الليل غنشوفو بيتر عارض على جوين الريستو اللي خدمها فيه ماري، وغيكون كيدير هادشي باش يفقسها، ولكن جوين عاقت به كيستغلها باش يعصب ميري، داكشي علاش سمحت فيه تما وتحركات. هنا صاحبنا سعر قصد ماري يهضر معاه، جا السيكوريتي خرجو خلا ضربوه، دخل السيكوريتي الاخر يعاونو جا فيه حتى هو، حاولت ميري تفكو بربق امها وغيبان في حيلة فربل. صاحبنا ملي ضرب ميري تصدم، بدا كيفكر شنو وقع، وهنا عاد تفكر البدله الكحله اللي مكونه من داك الطفيلي، طلع للبرج ديال الساعه يحيدو، ولكن والو داك الطفيلي لصق فيه حيت ولا كيعتبر وسط العيش ديالو. في نفس الوقت غيكون تما دار داك المصور اللي كان خاطب جوين، وغيكون حاقد على بيتر حيت خداها ليه. سمع صداع طلبه لي بيتر مضارب مع الطفيلي باغي يحيدو، دان شافو في ديك الحاله فرح، ولكن في هاد اللحظه قدر بيتر يحيد داك الطفيلي لاحو وما يجي غف دان ستولاني على الجسم ديالو وحولو الوحش كيشبه سبايدر مان، وهو تينقز في المدينه تيقلب على سبايدر مان ينتقم منه. بالصدفه خرج في ماركو حتى هو كيقلب عليه، في الاول حساب له سبايدر مان بغى يدابز معاه، حتى لهاد اللحظه وراه وجهه قال لي بلي حتى هو تيقلب عليه واتفق معاه باش يتحدوا ضده. في الليل وماري غادا للخدمه وقف الطاكسي وصلها، تما غتصدم بلي دان هو الشيفور. موال هادشي غيشوفهم بيتر كيقولوا في الاخبار بلي مخلوق كحال خطف بنت وحابسه في طاكسي معلقه في عماره بالمساعده ديال وحش كيحور راسو الرمله. ضرب بيتر على البنت لقاها ميري، ديك الساعه تحرك لتما. في نفس الوقت غيكون هاري كيشوف هادشي وغيبان بلي نصف وجهه تحرق بسبب القنبله اللي تفرقعت عليه، وهو كيفكرش غيدير دخل عنده المساعد ديالو قال لي بلي وهو كينظف الجرح ديال باه قبل ما يدفنوه اكتشف بلي ضرب راسو بموس من المزلجه ديالو. هاري سمع هادشي فهم بلي بصح ماشي بيتر اللي قتل ليه باه، بل قتل راسو وكيحاول
يهجم عليه كيف ما قال. في نفس الوقت وصل بيتر للبلاصه اللي محبوسه فيها ماري وهو كيحاول يخرجها من تما هجم عليه دان. شبكوها بقاو طايحين من تما وكيدابزوا حتى لهاد اللحظه جا فيه دان طيحوا في الارض وتعلق في المبنى. بغى بيتر يوقف باش يرجع يدابز معاه لقى راسو طايح في الرمله ديال ماركو. شير عليه بكروشي خواليه وهو طالع يعتق ماري اللي غتكون غطيح من العماره. جا فيه دان ضربو مع واحد الحديده مورها تبتو وماركو بدا كيهبط عليه بالكروشيات فحيله كيضربو بمطرقه. عطاه وقت ديال الكلاب ويلا غيصفيوها ليه. تفرقعات لماركو قنبوله في راسو شتاتو وغيكون هاري يجي يعاونو من بعد ما عرف الحقيقه. جا فدان بالمزلاجة غيبو مورها كل واحد فيهم شد واحد وغاد ترون. ضربوا على ماري طايحه الزهاري بيتر معاه في المزلاجة طلعوا لعندها وقدروا يعتقوها في اخر لحظه. مورها بيتر مشي يقلب على دان وهاري تيرى في ماركو بصواريخ دمرو وبيتر كيقلب خرج لي من موراه كتفه وبدا كيدخل ليه. حاول بيتر يقنعو يحيد ديك البيدله حتى تسيطر عليه ولكن والو. وهو كيدخل ليه شير عليه هاري بواحد الموس ولكن قدر يخوي ليهم حيد ليه المزلاجة وجابوا مع شي قوادس ديال الحديد. وهما كيضربوا في الارض وكيديروا الصوت ديال التقرقيب لاحظ بيتر بلي الطفيليات كيأثر عليهم داك الصوت وكيضعافوا. ديك الساعة عرف كيفاش يقدر يغلبهم. هجم دان مرة اخرى على بيتر حتى قرب يضربوا بالمواس ديال المزلاجة وهو يخرج قدامه هاري كالع عليه الدقة وطاح من تما. بيتر شاف صاحبه في ديك الحالة سعر هز حديدة جا في دان لاحو مورا اخذ دوك القواس دورهم به وبدا كيضربهم وكيدير داك الصوت حتى ضعفهم. ديك الساعة خرج دان من وسطهم وشير عليهم قنبلة ديال هاري. يلا غتفرقعت لاح دان على دوك الطفيليات حيت ما كانش باغي يتخلى عليهم وكتسمع ديك بوم تحرقوا الطفيليات وتحرق دان معاهم. فهاد اللحظة دار بيتر مورا لقى ماركو يلا غيهجم عليه يطلب منه يوقف وقال ليه بلي جي عاود ليه الحقيقة. سولو بيتر واش كاينه شي حقيقة من غير انه وقت اللي عمو قال ليه بلي قتل عمو كان غير حادث وفهموا بلي سرق داك الصاط باش يدير البنت عملية حيت كانت قريبة تموت. بيتر حيت كان حتى وقت اللي صاحبه واخا ما دار والو وقتل بوين هاري بالغلط اسمح ليه خلاه يمشي في حاله من بعد ما اقتنع بلي نادم على الجرائم ديالو وبط كيجري يشوف صاحبه. هاري كان واكلها ديال بالصح. يلا الحق بيتر يشكرو حيت عاونو وداموا الامانة امانتو. النهار الاخر دفنوه داروا ليه جنازة ومن بعد ايام ماري كتغني في واحد الريستو ضربت لبيتر قاصدها طلب منها السماحة وغيبان بلي كلشي سالا بخير من غير الموت ديال هاري بطبيعة الحال. وحتى لهنا غنكون وصلنا للنهاية ديال القصة. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هادي انستغرام ديالي كان معاكم يوسف تلقاو في فيديو الجاي. Peace.